السلام عليكم. بشرى سارة لكل البنات، واسمعوا وعوا يا حضرات، جالي دلوقتي أول فاكس، وبسرعة عريسنا بعتهولي مع سواق التاكس، وعريسنا شغلانته مشهور فيها الماكس، ومعانا أول عريس شاب، ويلا تتقدم صاحبة المصاب، وتحتسب الأجر عند الله ولا عتال، وتدعيلي بعد ما تكتب الكتاب. عريسنا واقف زي الأسد على الطاولة، ومش ملاحق على الناس مناولة، دايما بنروح نزوره بعد انتهاء الجولة، ماسك في ايده سكينة سبحان من صور، وعمال يشق بيها الطويل والمدور، ويعبي اللي بيشقه بالسائل والمكور، ممكن يوصل لك طلبك مع الترشي ومن غير ما تدور، ولأنه مشهور الزحمة عليه مش ممكن تتصور، ولو زحمت مع الناس ممكن تتعور، فأحسن لك تنتظر دورك وبلاش تتهور. اسمه في بلد البغل، وبلد تانية ريشة، ويا سلام على جبنته القريشة، ولا بطاطسه وبابا غنوجه مع التحبيشة، ممكن وانت واقف عنده تصرف التحويشة، وتختم عنده بالدنانيت، ودي قمة الترويشة. ها يا ترى عرفتوا عرسنا اليوم، ولا مأثر عليكم الصوم وهتفكروا بعد ما تصحوا من النوم؟ لو عرفتوا الحل ما تنسوش في القناة الاشتراك، وهخليه يعمل لكم ديناميت بمربى في تراك، وده على حسابي وهدية من جنابي. ويلا مع السلامة، بكرة وعريس جديد، وافتحوا نفسي واشوف الاشتراكات بتزيد.